أوكي. وأخيرا رجعت لليوتيوب من بعد غياب سنة وأكثر. إيش حالكم؟ إيش أخباركم؟ تولهت عليكم؟ ما أعرف صراحة من وين أبدأ أو كيف أتكلم. تعرفون أني من أسبوع وأنا أفكر بس كيف أرجع أصور حق اليوتيوب، لأن خلاص 2022 قررت أني أرجع لليوتيوب، العالم اللي أنا وايد وايد أحبه وافتقدته من 2020. نرجع شوي لورا ل 2020، وها على فكرة بحط لكم متى تبدأ فقرة مفضلاتي ل 2021 إذا ما تبون تسمعون أخباري، تسولف شوية وعقب نبدأ في فقرة اليوم. أوكي نرجع ل 2020. في 2020 آخر يمكن 10 فيديوهات يمكن شفتوهم كنت مصورتنهم من قبل ووقفت تماما، كنت بس انزلهم مرتبتهم وانزلهم لان ما قدرت. 2020 كانت من اقوى السنوات علي، اللهم لك الحمد والشكر على كل شيء. في 2020 بدأت الجائحة، اعتقد كلنا اضطررنا في هذه السنة. انا في هذه السنة اتطلقت، كنت متزوجة واتطلقت. ما احب ادخل في تفاصيل الموضوع بس كان قرار مني، قرار باقتناع، واللهم لك الحمد والشكر على كل شيء. في 2020 حسيت اني احتاج بريك مع نفسي صراحة، ما توقعت اني باخذ هالبريك الطويل من اليوتيوب. من باقي البلاتفورمز انا اكثر شيء كنت على الانستغرام، وايد 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 خففت من الانستغرام، كنت ما اصور وايد واغيب فترات، لان من 2020 حسيت انه من بعد الاشياء وايد اللي استوت لي، وما ادري اذا تعرفون هالمعلومه ولا لا، بس انا مريضه قلب اصلا ومن سنين مسوي عمليات، والله لك الحمد والشكر على كل شيء. في 2020 شوي تعبت زياده، احتجت اني مع دكاترتي اغير في ادويتي، اخذت فتره بريك، فقررت قلت اوكي 2021 باخذ كم من شهر بريك. كم من شهر طولوا، ومع تغيير الادويه للأسف وزني زاد لأن وقفت رياضة، وقفت أني كنت أوصل مرحلة أنه ما أقدر أنش من الفراش صراحة. فالحمد لله على نعمة الصحة، اللهم لك الحمد والشكر، الحين الحمد لله على نهاية 2021 بدأ وضعي يستقر، اللهم لك الحمد والشكر. دكتوري الأساسي اعتمد لي هاي الأدوية وأنا مستمرة عليها. أحتاج طبعا أن أنزل وزني، أعرف هالشي، بس تأثير الأدوية هو اللي أثر أكثر شيء. في 2021 قلت باخذ بريك وبركز على نفسي، وفعلا كانت هذه السنة بالكامل حقي أنا، وايد 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 سويت أشياء علشان أركز على نفسي، صحتي أنا، نفسيتي أنا، وضعي، تغير الوضع اللي صار في 2020، فكنت محتاجة هالبريك. أنا وايد آسفة أن انقطعت عنكم هاي الفترة الطويلة، بس ما كان شيء مقصود. الشيء الثاني أني رجعت أرسم، يمكن وايد منكم ما يعرفون أنا أصلاً أحب أني أرسم، من صغري أنا أحب أرسم، بس ما كنت أبين هالهواية وايد في السوشيال ميديا. فمن 2020 رجعت أرسم، سويت لي مكان في البيت، مرسم صغيروني على قدي، وسويت لي أكاونت ثاني على الإنستغرام splatter.ae أو تناثر، بحط لكم إياه تحت، اللي حاب إنه يشوف رسوماتي. ما بوايد أكتب فيه بس قد ما أقدر أنزل لوحاتي، والحين الخطوة الجاية إن شاء الله إني أخصص لي مكان أطلع وأسوي لي مرسم في مكان حقي بروحي، وأركز على الرسم أكثر، لأن هاي الهواية أنا وايد أحبها، وصراحة وايد وايد ساعدتني في إني أرجع أكتشف ذاتي، أحب نفسي من أول وجديد بطريقة مختلفة. بعد من الأشياء اللي صارت، ثالث شيء أني دخلت الأربعين فاينالي. فمتحمسة، العمر جديد، مستقبل جديد، وايد متفائلة، اللهم لك الحمد والشكر. باختصار نوعا ما هذه الأشياء اللي تغيرت في هالفترة الطويلة من 2020 إلى الحين 2022. إن شاء الله نرجع كذا بحماس وبقوة، أنزل لكم فيديوهات. الطلب بسيط، إذا ممكن تحطوا لي اقتراحاتكم للفيديوهات اللي تبون تشوفونها في القناة اكتبوا لي في الكومنتس تحت، وحشتوني وايد. عقب هالسوالف والهذربان يلا نبدأ فيديو اليوم اللي هو عن أفضل المنتجات اللي استخدمتها في 2021، منتجات المكياج.
أول شيء خل أكون صريحة وياكم بالزيادة، في 2021 حتى في 2020 ما كنت وايد أتمكج صراحة، تمر علي فترات ما أتمكج، وإذا أتمكج ما عاد هاك الميك اب اللي رسمة العين ألوان كذا غامجة أرواج، لا كنت يدوب أحط أشياء بسيطة أسرع شيء، ما كنت أتمكج وايد، لكن لاحظت في مجموعة منتجات أنا ركزت عليها في هاي الفترة الطويلة وأشوفني وايد أستخدمها، ووصلت لمرحلة أني جرت أغلب مكياجي، يعني من بستمكم اللي تابعوني من زمان يعرفون أنا شكيف أحب الفاونديشنات، من ما يقارب 100 فاونديشن صفيت على 3 فاونديشنات. عرفتوني؟ لأن أنا ما عرفت نفسي صراحة بس لأنهم حرام أغلبهم خلاص ما أستخدمهم يعني، فصفيت اللي عندي. فهذا الميك اب اللي بوريكم إياه من فترة طويلة أنا أستخدمه ووايد حابت إنه، فخل نبدأ بالتدرج مثلا برايمر فاونديشن وهكذا. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك، وإذا بعدكم ما اشتركتوا في القناة لا تنسون تشتركون في القناة وتفعلون الجرس عشان يوصلكم التنبيه من أنزل شيء جديد في قناتي. نبدأ بالبرايمر، هذا البرايمر من فيلوريجا تايم فلاش، هذا البرايمر علاجي بالإضافة إلى أنه يسوي شوية بليرينج حق المسام، كنت صراحة أحطه حوالين الأنف لأن هاي المنطقة اللي الدهن عندي بشكل عام شوية تحت الذقن مو بوايد، فما كنت صراحة أستخدمه على كامل الوجه فيطول يطول يطول عندك. خلاويكم التكستشر ماله، التكستشر ماله تشوفونه قوامه كذا كريمي خفيف وايد خفيف، وعلى طول تمتص البشرة. فهذا البرايمر وايد حبيته، وطبعا فيلوريجا من منتجات العناية بالبشرة، انا احبها هاي الماركة واستخدم من عندهم اشياء وايدة، فقلت لكم بما انه تجميلي في نفس الوقت علاجي تلاحظين مع الوقت ان منطقة المسام هذه نوعا ما مشدودة. الفاونديشن الله حب. ما كنت في كل مرة اتمكج احط فيها فاونديشن، اكتفي بشوية كونسيلر وبودرة بس، اذا فكرت ان احط فاونديشن فهذا وايد كنت احبه من سيفورا اللي هو بيست سكن ايفر، يجنن بنات يجنن يجنن يجنن. ليش؟ مخملي كذا على البشرة، لونه هذا لونه حلو علي 31Y، نوعا ما نتفق اغمج من لوني بس انا احب اللون البرونزي كذا، ما احب الفاونديشن والبودر اللي استخدمهم انهم يكونون لون بشرتي بالضبط، احب نتف انه يكونون اغمج درجة او درجتين، فهذا لونه كان عايبني ثباته وايد حلو. احتاج اذا حاطت انه يوم كامل يعني عقب كم من ساعة اسوي ريتاش بالبودرة حوالين الام، لان هاي المنطقة قلت لكم للدهن عندي بالذات يمكن مرات شوي اليبها اذا كان الجو وايد حار، ففي الايام اللي قلت لكم استخدم فيها الفاونديشن استخدم هذا من سيفورا، في نفس الوقت سعره حلو مو بوايد غالي، وبعد هم تاخذونه في خصومات سيفورا اللي يسوونها مثلا في البلاك فرايدي او بين فترة والثانية يسوون عندهم خصومات على ماركة سيفورا نفسها البراند مال سيفورا. الكونسيلر هذا غرامي، لا تلخبطون، في نوعين من تارت شيب تيب، النوع الاساسي انا اسفة اقولكم ما احبه ما ناسبني، وايد يجفف لي منطقة تحت العيون، او اذا عندي علامات وحطيته كذا يقبض في هالعلامات الناشفة ما بحلو علي، حتى كنت حاطتنا كذا مرة حتى ربيعاتي كانوا يقولوا لي ما بحلو عليك هذا الكونسيلر، يبين من تحت البودرة اني حاطة هالكونسيلر، فكنت ما احبه. شيب تيب الاساسي نزله فيرجن جديد اللي هو الترا كريمي، شيب تيب الترا كريمي، عجيب هذا وايد حبيته، وخذ درجتين، كل شيء بحط لكم في صندوق الوصف تحت مع الدرجات اذا حابين تعرفون، او اذا انتو نفس درجتي وتستخدمون عادة فاونديشنات او كونسيلرات نفس الدرجات اللي انا استخدمها، احب احط الدرجة الاغمج على اذا عندي علامات على البشرة، والدرجة الافتح التنوير تحت العيون، واكتفي فيهم اغلب المرات بدون فاونديشن، قلت لكم مو دائما احط فاونديشن، اكتفي بنتفة لان هذا وايد يمد وتغطيته عالية، بس في نسبة ترطيب فما يتكسر على البشرة خصوصا على الاماكن الجافة، انا عندي حوالين العيون هالمنطقة نوعا ما جافة، فلاحظ انه ما يتكتل ما يتكسر ثابت وشكله وايد حلو. اما البودرة هذه شفت يوتيوبر شان اكس او شفتها تتكلم عنها وطلبتها من ديور اللي هي ديور باكستيج بروفيشنال بيرفورمانس، الدرجة اللي انا خذتها M3 في ناتشورال، الدرجة علي انا غامجة، عادة في باكستيج انا مجربة الفاونديشن وما حبيته
جربت الفاونديشن من قبل، الدرجة اللي كانت بيرفكت علي درجة 2، بس درجة 3 لأنها شوية جاية على برونزية أكثر وايد أحبها. ميزة هاي البودرة أنها خفيفة، فيها كفرج بس مو بوايد كفرج عالي، وفيها بليرنج إفكت كذا تحسين، يخلي وجهك كأنه مفلتر، يخلي هذا تلفوني وما بتلفونك. لحظة حطه سايلنت. نرجع حق بودرتنا الجميلة، هذه تعطي شكل بليري للبشرة، المسام، الخطوط هذه الناعمة الرفيعة تحسين ما تبين عدل، شفت انها ثابتة وما تدهن البشرة، فيها جلو وايد وايد بسيط، انا حبيته، حبيت ثباتها، حبيت اللون، حبيت تأثيرها كذا على البشرة، وايد حلوة. واحلى شيء انها ما تكتل، انا ما احب منظر البودرة الثقيل على البشرة، اذا بحط بودرة ثقيلة فغالبا حق التصوير بس، لكن ديلي يوز طلعة عادية ما احب احط بودرة ثقيلة، فهذه اتجنن، كنت احطها بالفرشاة وكذا شكلها وايد حلو على البشرة. اوكي لازم اوقف اقول هالشيء وايد حلو على البشرة، لان هاي المنتجات من مفضلاتي، استخدمتها اكثر عن سنة تقريبا، اكيد انها بتكون حلوة على البشرة. الاي شادو علقت على هاي الباليت، انا بشكل عام احب باليتات ناتاشا دينونا، ومن زمان نزلت عندنا في سيفورا، هذه اللي هي برونز باليت، الوانها جدا جدا عملية، فكنت وايد استخدمها وايد صراحة، كنت وايد اتشاور عليها اخذها ولا لا، بس يوم نزلت نزل عليها خصم، ما اتذكر شو كانت المناسبة يعني انه كان عليها خصم، فعلى طول طلبتها، وما ندم صراحة اني طلبتها، لاني شفت عمري وايد استخدمها، وايد حلوة، الالوان تندمج مع بعض بسهولة وثابتة، يعني لو بحطها مال كم ساعة، 5-6 ساعات ما تغير الالوان، ما تبهت، تبين كذا واضحة. ما استخدمتها اليوم، ميك اب اليوم على فكرة بتحصلون بعد في صندوق الوصف، انا دايما احط شو الميك اب لكم استخدمت، فكل الميك اب اليوم بيكون في صندوق الوصف تحت. نرجع حق الباليت الجميلة هذه، اذا انت تدورين باليت عملية فيها الوان ديلي يوز، الوان بتستخدمينها حق المناسبات، طلعة، عزيمة، انت تبين تصورين، يا ما نحب حين نصور في السناب شات وفي الانستغرام، هذه وايد بتنفعك، خصوصا اللي ما يجمعون باليتات، ما عندهم وايد باليتات متنوعة، يبون شيء عملي، هذه لازم تجربونها. البرونزر انا هذا اغرمت فيه من ريفولوشن، الله حق هذا مو من زمان استخدمه، يمكن من 5 شهور تقريبا، بس وايد هذا عملي. اللون اللي انا اخذته 02 وورم، اعتقد في 2 او 3، اللي هو ريفولوشن ميجا برونزر، حجمه كبير فوايد بتستفيدين منه، احيانا بس احطه على اماكن البرونزر وبفرشات اي شادو احطه بس على الجفن وذاتس ات، ويتم شكلك كذا مرتب، شكلك حلو حق الدوام، اذا انت من النوع اللي ما تحبين تحطين ميك اب وايد حق الدوام بس تبون شيء بسيط، انا احب احط شيء بسيط، الجفن يعطي كذا ديفينيشن، يعطي شيب حق العين، احب هالحركه بدل ما اني احط مثلا كونسيلر ومثلا بودره وذاتس ات ومسكرا، احس العين ما ادري انا شو وجهه نظري، احس العين تحتاج شويه شيب تعطينها شكل، فاذا انت مو من النوع اللي تحطين ايشادوات بفرشه صغيره، خذي هذا البرونزر وحطيه على الجفن، شكله بتشوفين كيف كذا يخلي العين شكلها وايد احلى وكذا فيها حياه. انا قلت بمشي بالترتيب لكن اشوفني انط من برودكت للثاني، لانه متحمسه واحس من زمان ما سولفت وياكم، كذا ابى ارمس وايد. البلاشر اللي وايد استخدمته في 2021 من KVD درجة فوكس جلوف، وايد 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 حبيت هاي الدرجة، وايد كنت استخدمها، عندي كل الدرجات، لان هالبلاشر ميزته اولا بيجمنتد، والشيء الثاني البلاشر ثابت، يتم دامج حطيتيه تم ثابت، وكذا يوم تدمجين الشكل حلو على البشرة. عندهم قلت لكم انواع متنوعة، مو الوان وايدة بس الالوان اللي نحن نستخدمها، شيء كان واصلني من عندهم والباقي انا طلبتهم ما قدرت اقاومهم، ولاحظت ان هاي الدرجة بالذات وايد استخدمها. الهايلايتر علقت على هذا من ماكس فاكتور، اللي هو فيس فنتي هايلايتر باودر، الدرجة اللي انا صدق احبها 02 جولدن اور، في يمكن 3 درجات، درجة افتح ودرجة اغمج، الدرجتين باقيات ما استخدمهم، انا هاي الدرجة ناسبتني، تحسي بها كذا شرى الزبدة، وايد هاي الاضاءة حلوة، و انا بالنسبه لي هذا اللون يناسبني، واللمعه مو بكذا قطع جلتر، لا لا لا، اضاءه زبده، وايد وايد تحسين انها ناعمه على البشره، حتى
تحسين انها اقرب للكريمية منها للبودرة، وثبتها بعد زين، وماكس فاكتور اسعارهم بعد زينة. ماكس فاكتور بتحصلونها في اماكن وايد مثل سنتر بوينت. المسكرة اللي اعجبت فيها وما حصلتها بسهولة عندنا، هذه من مابلين سكاي هاي، كنت ما اخذتها من سويسرا يوم سافرت في الصيف، شفت تجديدة نازلة قلت خل اجربها. وايد حلوة في انها تعطي رموش طول، وايد تعطي رموش طول. هذه فرشاتها، انا حاطنها اليوم بالاضافة الى مسكرة ثانية. الفورمولا مالتها بعد حلوة، السودة ما تتناثر، لكن فيها عيب انها شوي صعبة في اني اشلها، احتاج بهدوء اشلها واخذ وقتي وياها، مو من المسكرات اللي تنشل بسهولة. هالشي الوحيد اللي شفته ما بحلو فيها، غير عن شذا عجيبة تخلي رموشة شذا، حتى لو رموشة مو بوايد طويلة تعطيها طول وتم واقفة، يعني مو بخلال كم من ساعة تحسين رموشة شذا نزلت، لا لا، هذه الافكت مالها عجيب. الالينر ما استخدم انا الالينر بشكل دايم، يعني مثل شوفوا ميك اب اليوم ما بحط الالينر. بشكل عام احب اني بالاي شادو الغامق بني او اسود احط خط، لكن مو دايما احط الالينر، فما كنت استخدمه وايد. لكن هذا حلوة فرشاته، حتى ما قلت لكم شوفوا هالالينر من ريفولوشن، ما اعرف صراحة شو اسمه. هذه فرشاته وايد سهلة في الرسم، بخصوص التبات ما اقدر صراحة احكم، الله حق، لانه ما كنت استخدمه مال 6-7 ساعات، ممكن مال 4-5 ساعات ماكسيمم وخلاص اشله، فهالكم من ساعة كان ثابت. سهل في الرسم، سواده حلو، فعجبني. يعني قلت لكم ما استخدمه دائما، بس لاحظت انه اذا بحط علينا فهذا اللي دائما اطلعه، بالاضافة الى كي في دي، هاكي وايد انا احبه، بس هاكي قديم من سنين وانا ارجع استخدمه فما حطيته في هالفيديو، لكن هاكي روعة، وهذا بعد عجبني. اذا حبيت احط كحال داخل عيوني فهذا اللي استخدمه من اسنس لونج لاستنج زيرو بلاك اي بنسل، ما يحتاج شاركنر، ما يحتاج براية، كريمي وايد، ولاحظت انه نوعا ما يتم ثابت داخل العين، ما يسيح وايد برا. علشان اثبتين اي كحال انت حاطنه في عينك، حاولي تيمين اي شادو بفرشاة انجل براش تموهين الاطراف باي اي شادو قريب من لون الكحال اللي انت حاطنه، بهاي الطريقة بيثبت اكثر وياك. الارواج صراحة ما بوايد كنت احط ارواج، عادة بس احط التنت وخلاص ان البس الماسك، بس احيانا ابى اني احط روج، فهذه الارواج من ميك اب فوريفر وايد انا ناسبتني، وايد حبيتها، لكن الدرجة اللي ادمنتها ودائما احطها 168، الدرجة انا بالنسبة لي عملية وايد، تشوفون هذا اللون وتناسب اغلب اللوكات اللي انا اسويها. هذا الروج مو مطفي، لكن في نفس الوقت مو بوايد كريمي، فنوعا ما يكون ثابت وشكله كذا حلو على الشفايف، ما تحسين انه ثقيل او يجففها بزياده. اخر شيء الجلوس، مرات احب بس احط جلوس بدون ارواج، ومرات لا احط الجلوس فوق الارواج. جلوسات كي في دي وايد حبيتها، اولا عشان ريحتها ريحه كيك، وايد ريحتها حلوه، عندي اغلب الدرجات، بس هذه الدرجه اللي هي بيتونيا 30 اعتقد كذا اسمها. الابليكيتر حلوه بعد، وهذا هو اللون، اللون وايد عملي سواء بروحه او مع اي روج ثاني، مو بوايد ثابت لانه في النهايه هذا جلوس، لكن مو من الجلوسات كذا اللي تلزق اللي تخلي كذا طبقه مو بحلوه على الشفايف، لا، هذا اللي عجبني في هاي الجلوسات انها ما تلزق والوانها حلوه وريحتها تجنن. وخلصت وياكم المنتجات المفضله عندي لسنه 2021، اكثر المنتجات اللي كنت استخدمها في هاي السنه من ناحيه الميك اب. اذا حابين ممكن اسوي لكم فيديو بعد عن منتجات البشره اللي استخدمها، او روتين البشره الحالي، العطور عطور الشتاء اذا انتم حابين، او حطوا لي اقتراحاتكم مثل ما قلت لكم في الكومنتس تحت، ان شاء الله بسوي لكم فيديوهات وايده. ابغي انوع بعد في الفيديوهات، ما تكون بس سكين كير وميك اب، لا، فيديوهات في مجالات مختلفه. اذا حابين تشوفون في الرسم ممكن اسوي لكم اذا تبون فلوج اول ما ارتب مرسمي الجديد ان شاء الله، او اذا حابين تشوفون رسوماتي بعد اكتبوا لي في الكومنتس، اذا شفتكم متحمسين ممكن اصور لكم هالفيديوهات. اتمنى لكم يوم سعيد واشوفكم على خير، مع السلامة.